اليوم في هذا الدرس سوف نقوم بأخذ موضوع جديد في الرياضيات ألا وهو موضوع الجبر. What is the meaning of algebra? الجبر هي عبارة عن قسم من أقسام الرياضيات يقوم من خلاله بإيجاد قيم متغيرات محذوفة أو قيم مفقودة والتعويض عنها بحروف، وهذه الحروف هي مطلوب إيجاد قيمتها بدلالة المتوفر من المعلومات في المعادلة، كأن تكون أرقام أو قد تكون قيم معينة أو تكون بعملية الإحلال والاستبدال بدل قيم معينة لإيجاد قيمة هذا المتغير المفقود اللي هو أو المرموز إلى بقيمة بلتر أي بحرف X أو Y أو Z أو N سواء أيا كان. هنا عبارة هي هذه، هو هذا مفهوم الجبر. لذلك هنا في الجبر في هذه الحزورة أو في هذا القسم سوف نحاول أن نفهم طريقة حساب أو إيجاد قيمة البوكس الفارغ. هنا لدينا بوكس فارغ اللي هو هذا البوكس minus 2 equal 4. فبالجبر عادة يكون هذا هو المطلوب إيجاده، إيجاد القيمة هنا. شلون نقدر نوجد هذه القيمة؟ بدلالة هذه القيمتين الموجودة اللي هي minus 2 و4 من خلال تعلمنا عن كيفية نقل وتحريك وإحلال وإبدال الأرقام يمكن من خلالها إيجاد قيمة هذا البوكس أو قيمة هذا الحرف اللي نرمز له بX أو Y أو أيا كان من الرموز التي يمكن أن نرمز لها. لذلك هو معروف عندما ننقل هذه القيمة minus 2 إلى الطرف الآخر من المساواة راح تتغير الإشارة إلى زائد وتكون 4 plus 2 equal 6. That's why 6 هو الحل الصحيح اللي راح يحل هنا محل هذا البوكس الفارغ أو محل X أو محل Y راح يكون محل حرف أو قيمة 6 هي القيمة الحقيقية لهذا الحرف. شلون عرفناها وشلون جبناها؟ بعد ما وجدنا X هنا في المعادلة هذه عوضنا عليها بقيمة X هذا البوكس، عوضنا عليها بقيمة X وقلنا X minus 2 equal 4 وقمنا بعملية نقل وإبدال هذا minus 2 إلى plus 2 فأصبحت 4 plus 2 equal 6. That's why X equal 6. هنا الشرح بسيط، هذا هو يدل على أنه إحنا قمنا بعملية تعويض البوكس الفارغ بقيمة معينة أو لتر معين. لا يمكن أن تبقى المعادلة بشكل هذا الفراغ لأن هناك يحصل إرباك وخطأ، قد تحتوي المعادلة على أكثر من متغير، قد تحتوي على Y وزد وجذور والجذر قد يفعل. يعني في المسائل المعقدة أو الكومبلكس إكويشن هناك كثير من التفاصيل فيتم التعويض عنها بالحروف للدلالة على القيمة، للدلالة على إيجاد قيمة هذا الحرف من خلال المعطيات أو العلاقات المتوفرة في المعادلة. لذلك أوجدنا قيمة X اللي هي كانت تساوي 6 من خلال نقل وإبدال الإشارة فكانت X minus 2 equal 4 فX راح تكون قيمتها 6 X equal 6. Why use letter؟ كما قلنا كما بينا السبب، بسبب هو عملية تسهيل ولغرض تسهيل وتبسيط المسألة وعدم الإرباك وعدم الخطأ في تعويضات الأرقام. بعد ذلك في بعض المسائل المعقدة أو المعادلات المعقدة فيتم إبدال الفراغات اللي متوفرة بالمسائل أو القيم المتغيرة اللي مطلوب إيجاد قيمتها فيعوض عنها بحروف في الجبر لغرض عملية التسهيل. فالجبر هو عملية تبسيط حل المسائل الحسابية المعقدة، هذا هو مفهوم الجبر. الجبر هو عملية مثل ما قلنا تعويض الفراغات أو القيم المتغيرة بحروف لغرض إيجاد قيمة هذه الحروف ومن ثم حل المعادلة بدلالات الحروف بدلالات الأرقام أو القيم المتوفرة في هذه المعادلة فنجد قيمة المجهول أو قيمة الحرف المجهول ومن ثم يتم حل هذه المعادلة. لذلك هو مثل ما قلنا هي عملية تسهيل easier and في write
المتغيرات الموجودة في المعادلة. هنا سؤال ثاني، لذلك هو يعني دائما كما شرح هذا كله هو عبارة عن تبسيط أو توضيح. دائما طبعا الرياضيات شباب، الرياضيات دائما في كل العالم تقرأ وتدرس بالإنجليزية، ما تدرس بالعربي، لأن أنت من توصل إلى مستويات معينة راح تشوف كل الأمور تغيرت لديك، والدراسات العليا أو الدراسات اللاحقة في الجامعة أو كذا تكون الرياضيات بالإنجليزي، فيفضل البداء في تدريس الرياضيات من الابتدائية إلى نهاية الدراسة باللغة الإنجليزية، خصوصا الرياضيات بشكل خاص، لأنها كلها مصطلحات ليس لديها. الرياضيات هي عبارة عن أرقام وتبادل وحروف، فيجب أن تكون باللغة الإنجليزية دائما لغرض تبسيطها وسهولتها وعدم الوقوع في الأخطاء. لذلك هو X هي القيمة المتغيرة اللي وجدنا قيمتها، اللي كانت X تساوي 6 دائما عادة من خلال الحلال والإبدال للإشارة في المعادلة أو في العلاقات المتوفرة في المعادلة. وهناك في بعض الأحيان حتى نجد المعادلة تكون متوازية أو متوازنة، لها موازنة، يعني يجب أن يكون الطرف الأول يساوي الطرف الثاني. إذا حذفنا قد مرات نضطر إلى حذف قيمة من القيم، يجب أن نضيف القيمة مالتها نفس القيمة المحذوفة إلى الطرف الآخر من المعادلة. فلذلك في هذا المثال سوف نقوم أيضا في هذه الصورة، هنا عندنا x minus 2 equal 4. حتى نتخلص من قيمة minus 2 أو ننقلها إلى الطرف الآخر يجب أن ننقلها بإشارة عكسية هي زائد، فنضيف هنا plus 2، نضيف هنا زائد 2، ونضيف هنا زائد 2 إلى الطرف الثاني. فهنا ضفنا زائد 2 حتى نتخلص من هذه القيمة، أصبحت 0. بسطنا simplify أو cancellation أو cancellation الرقم، أو اختصرنا الحرف هذا، غيرناه. شلون غيرناه؟ سوينا عكسه، ضفنا له زائد، إشارة زائد، فزائد ناقص 2 وزائد 2 0، فهنا راح تكون أيضا إضافة أخرى زائد 2، فهنا صفر وإضافة 4 للطرف الثاني اللي هو الطرف الثاني هذا، ضفنا له زائد 2، ما بين كوننا ضفنا هنا زائد 2 يجب أن نضيف زائد 2 إلى الطرف الآخر، فأصبح 6. فx راح تساوي 6 بطريقة سهلة في عملية مثل ما قلنا هنا، هي remove but insending the positive added to the position of the subtraction، إضافتها إلى الجانب الآخر، يعني من نضيف بالزائد نضيف هناك بالزائد، من نضيف بالناقص نضيف إلى الطرف الآخر بالنقص، وهكذا. فالسولفينج مال هاي المعادلة اللي هي x minus 2 equal 4 هو 6، إذا قيمة x هي 6. ليش نخلي المعادلة، ليش نضيف للطرفين قيمة 2، ليش ضفنا قيمة 2 للطرفين؟ حتى تكون دائما عندنا المعادلة بالانس، ما يصير ما تكون بالانس. وهكذا في هذه الصورة x minus 2 يكون 4 هنا بالانس، يعني هنا اكو قيمة وهنا اكو قيمة وهنا اكو قيمة، فهذه بالانس. لكن لما نضفنا 2 هنا، لما نضفنا بلس 2 الى هذا الطرف اصبح السكيل غير متوازن، اصبح الميزان غير متوازن. شوف اصبح الميزان غير متوازن، لذلك يجب علينا ان ناخذ الماينس 2 هذه ونضيفها ايضا الى 4 في هذه الصورة. ايضا راح يوضح لنا الان السكيل اصبح متوازن، الميزان أصبح متوازن. plus 2 x minus 2 plus 2 equal 0 مثل ما قلنا، وهنا أنا plus 2 plus 4 equal 6 equal 6 لأن الإشارات متساوية positive positive، وهنا أنا مختلفة فزيرو صارت، يعني هاي plus وهاي minus أصبحت 0، اختصرناها اختصرت، فأصبح الآن الميزان متوازن. لذلك keep this as one tone on the side of this equal we should also do to the other side، مثل ما قلنا أي شيء نضيفه للجانب هذا يجب أن نضيفه إلى الجانب هذا، لا يمكن أن نبقى على جانب واحد في أي إضافة أي عدد مع إشارته. إذا ضفنا هنا positive نضيف هنا positive، إذا ضفنا هنا minus نضيف هنا minus. وليش نضيف؟ نضيف حتى نختصر أو نكنسل أو نسوي cancellation or simplify the number معين، وهذا معروف في المعادلات الدرجة الثانية.
لذلك هنا عندنا solve this is one. هذه عندنا معادلة جديدة بسيطة أيضا x plus 5 equal 12. هنا عندنا 5 حتى نتخلص من هاي 5. شو نسوي قلنا؟ نسوي minus 5 حتى نختصر 5 ويا 5 تروح ونضيف هنا أنا minus 5. هنا ضفنا minus 5 هنا نضيف أيضا بالطرف الآخر minus 5 حتى تكون المعادلة هذه متوازنة. والهدف من عدها هو أن نتخلص من قيمة 5. فإذا هذا هو الجبر، هو إيجاد قيمة X بدلالة الأرقام المتوفرة في المعادلة. فإذا كان عندنا هنا أيضا X يكون، فراح نضيف له هذه المعادلة اللي هي minus 5 اللي هي هنا minus 5 with a minus 5 it becomes 0. It becomes 0 because minus 5 plus 5 is become 0 and 12 plus minus 5 is become 7. راح تكون أيضا هنا هذه المعادلة الجديدة اللي صارت. الهدف من عندها هو التخلص من قيمة 5، التخلص من 5 هذه حتى نوجد قيمة X بدلالة هاي الأرقام، نوجد قيمة X أو قيمة البوكس الفارغ أو قيمة الفراغ أو قيمة المتغير اللي موجود هنا اللي هو X. لذلك راح يكون X minus 5 minus 5 equal 0 and 12 minus 5 equal 7. This is as a result. هذه هي النتيجة. إذا x equal 7، قيمة x equal 7. شلون نعرف قيمة x equal 7؟ هذا الزيرو هو عبارة عن minus plus 5 minus 5 has become 0. That's why x plus 0 equal 7. That's why x equal 7. x equal 7. بتشيك لما راح ناخذ x equal 7 من نشيك ناخذ هنا نقول 7 plus 5 equal 12. Then we are here. Everything is right. After we check. بعد التحقق من الحل أخذنا قيمة X اللي وجدناها 7، عوضناها في قيمة المعادلة اللي هي هنا X. شوف المعادلة هو كان المطلوب من عندنا إيجاد قيمة X، أوجدنا قيمة X عوضناها بالمعادلة فكانت النتيجة 12. 7 plus 5 equal 12. Thank you for watching لهذا الفيديو البسيط المبرمج اللي هو الانترودكشن أو المقدمة في الجبر. وإن شاء الله هناك أفلام لاحقة أو محاضرات لاحقة عن موضوع الجبر خطوة وراء خطوة step by step لكي فهمه ولكي دراسته ولكي معرفة أفضل الطرق وأسهل الطرق. ورجاء زيارة قناتي على اليوتيوب ودعمنا باللايك. وهناك أفلام يعني في توضيح القواعد الأساسية للإندكس والجبر والجذور اللي إذا طلعت عليها راح تكون عملية سهلة جدا والاستيعاب يكون كلش قوي لك مع مراجعة الأمثلة ومراجعة الفيلم مرة أو مرتين لغرض الفهم ما هو الجبر وما هي تفاصيله. شكرا جزيلا للمشاهدة وأتمنى لكم أوقات سعيدة وإلى اللقاء.